وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا هاتفين الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير. إذا هي طفرة حقيقية وواضحة على صعيد إنشاء المجمعات الصناعية، وأيضا مخرجات للقاء السيد الرئيس برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت السيد محمد جاسم الصقر. كيف تقرأ هذا في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي وأيضا زيادة الاستثمارات؟ يعني في البداية لما حضرت بصي على منحنى الصادرات المصرية وحركته طول السنين اللي فاتت أو طول العقود الماضية كانت عاملة إزاي، تلاقي مثلا حضرتك أنه الرقم في سنة 95 كانت الصادرات المصرية لا تتجاوز 3 مليار دولار. نقفز للأمام لحد 2010 بنلاقي أن الصادرات المصرية وصلت إلى في حدود 26 مليار دولار. بعدها جاءت الثورة ثم تراجعت الصادرات المصرية لحد ما انخفضت في 2015 2016 ل 21 مليار دولار. النهارده الرقم اللي احنا بنتكلم عنه هو حوالي 32، ودي صادرات زي ما حضرتك تفضلتي هي صادرات غير نفطيه، هي لا تشمل النفط والغاز والمشتقات البتروليه والغاز المسال. باضافه المشتقات البتروليه وكل ما يتعلق بالنفط والغاز يصل الرقم الى 42 مليار دولار او واكثر، حد ادنى هو 42 مليار دولار في سنه 2021. هنا ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا ان مصر استفادت من حاله الطلب العالمي او فوره، في فوره وطفره كبيره جدا في الطلب العالمي على العديد من السلع. ولحظنا الجيد ان هذه السلع التي عليها طلب مرتفع للغايه هي سلع مصر متفوقه فيها. يعني على سبيل المثال هناك طفره في الغاز، الغاز المسال. هناك طلب اوروبي وطلب اسيوي كبير على الغاز المسال. ومصر لحظنا الجيد اننا بقالنا اخر 5 سنين بنطور في قدراتنا على التسييل وعلى التوزيع وعلى انتاج الغاز. ده رقم واحد. رقم اثنين، عندنا في الحاصلات الزراعيه. السيد الرئيس اولى منذ بدايه ولايته الرئاسيه بمجهود واهتمام واضح جدا بالانتاج الزراعي ورفع انتاجيه الفدان. مشروع مستقبل مصر، مشروع الصوب الزراعيه، مشروع الدلتا الجديده. كل هذه المشروعات ساهمت ليس فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي داخليا وان الاستهلاك المحلي يتوازى مع الانتاج المحلي، بل اهم من كده انه الانتاج المحلي تجاوز ذلك وحققنا فوائد، هذه الفوائد اتجهت للتصدير. فقدرنا نحقق رقم قياسي في صادرات الحاصلات الزراعيه ب 5.5 مليون طن لاول مره في تاريخنا. فاللي حصل ان هناك فوره واتضاع حاله من التضخم الاسعار العالميه، مصر استفادت منها لانها اتخذت اجراءات استباقيه سبقت حالة التضخم اللي بتحصل حاليا بسبب تبعات الجائحة. نعم، نشكرك إذا شكرا جزيلا. كنت معنا هاتفين الأستاذ محمد نجم الباحث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.